الكمية المحجوزة والتي قامت إدارة الجمارك بإتلافها عن طريق الحرق تخص السجائر المهربة والتي بلغت في مجملها 2,160,000 علبة سجائر من أنواع مختلفة، تم حجزها سنتي 2009-2010 بميناء الدار البيضاء. ومنذ هذا التاريخ وبفعل يقظة ومجهودات رجال الجمارك وتقنية العمل المسخرة تم الحد من هذه الظاهرة. بالفعل باستثناء العمليات التي تمت على مستوى سنوات 2009 و2010 لم يتسجل إلى حد الآن سواء من مستوى سنة 2011 أو 2012 أي عملية حجز، وهذا دليل على أن عملية الردع أعطت الأكل ديالها على مستوى ميناء الدار البيضاء، وبأن جميع المهربين اليوم على مستوى ميناء بالفضل ديال اليقظة ديال الجمركيين وبالأضافة كذلك إلى استعمال جهاز سكانر جعل يحد من هذه الوضعية الاستثنائية اللي كان عرفت ميناء الدار البيضاء خلال سنتي 2009 و2010. عملية حرق وإتلاف السجائر التي حضرتها مختلف السلطات المختصة همت ما مجموعه 40,320,000 سيجارة.